وهذا الحمار انا ما سمعتوش، ولكن هذا الحمار اذا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يحاكم يدي معكم بلا نقاش. صافي يا خالد، شكرا بارك الله. صافي لا ما قريتش والله ما عندي ما نقرش، ولكن نقرا. اذا هذا السيد هذا كيقصد ما ينفر، لان ما جبرش يدافع على رسول الله، الحق كاين اللي يدافع على رسول الله، والدليل هو انتم ان شاء الله. الناس لا اسمع الناس اللي تابع لهم هو عندهم 102 مقاعد في البرلمان. يعني السلام عليكم. المهم كنحيي هاد الشباب، كنحيي هاد الشباب اللي جانا يوصل واحد الرساله نبيله، واحد الرساله اللي فيها وقفه انتصارا لرسول الله، نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هناك من ينصره، هناك رب ينصر هذا الرسول ويخلد اسمه في العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أبى من أبى وكره من كره. 15 قرن وهم يستخدمون جميع المعاول لهدم وطمس هذا الدين العظيم، لكن هذا الدين باق إلى أن يرث الله إن شاء الله إن شاء الله. والمغاربة هم الناس الأوائل اللي احتضنوا هذا الدين، واحتضنوا المولى إدريس الأول. وحنا ناس، احنا دولة احنا شعب الوفاء. يعني صور اغتالوا يد الغدر أتت واغتالت المولى إدريس الأول، وحافظنا على المولود في بطن أمه إلى أن وصل 11 سنة وملكناه علينا. إذا احنا شعب ذكي ما يجيش شي حد يكذب علينا، ودين الله منصور إن شاء الله، ورسول الله فوق هادشي. وأقول لهذا القمش، هذا القزم أن يلزم حدوده، لانه لم يجد ما جبرش الشغل. نقول له مشيت تلعب مع الدراري، ما جبرتيش شي موضوع تناقش فيه، مع ان لا مواضيع اقتصاديه، مع ان لا مواضيع شباب ولا صحه، مشيتي عند من؟ عند رسول الله ان شاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن تناله، لا انت ولا غيرك، لانه يعني حلقه ضعيفه خطأت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة قوية، بجوج مليار المسلمين اللي كيمشيو، والكفار والأوروبيين يعني يغارون حينما يرون هذيك الملايين، الأمواج البشرية تتهافت على الحرم القدسي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي وعلى مكة. لهذا هما كيحقدوا علينا، ولكن لن ينتصروا إن شاء الله. إلى زوال القمش أقول لك، إلى مزبلة التاريخ. أنت إن ثبت أنك يعني تريد إداية رسول الله، هنا ناس ليحميوا رسول الله بأرواحهم وبأنفسهم إن شاء الله، وشتان. فإلى مزبلة التاريخ يا القمش أنت وجريدتك إن شاء الله، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باقي. والله ما يدوم بعادك على كرسي السلطة يا عدو الدين والرسول، والله ما يدوم بعادك على كرسي السلطة يا عدو الدين والرسول. يجي نهار وما تلقى فيه ما تقول، يا اللي يتكلم بالسوء على سيدنا الرسول خلينا من التفاهات، وظهر لينا إذا عندك شي معقول، وظهر لينا إذا عندك شي معقول. والشعب المغربي ومحب الرسول يجي نهار وتمشي قدامهم مدلول إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وخير الخلق، وعادي كل من عادى، وشق كل من شاق،
اللهم اعطينا الطالبين بالطالب واخرجنا منهم سالم. اللهم احمي هذا البلد واحمي شبابه وامته. اللهم ارزقهم الصحه والعافيه وعافيه. اللهم دمر كل مجرمات تعدى حدوده وتعدى حدوده. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.